أعشق ترابي أرض جدادي حملة خمورتي وعشق خمورتي وأكل جذوذي وحملة خمورتي مشاهدينا الكرام مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في حصة خيرات بلادي. راه متواجد معنا رئيس غرفة الفلاحية لولاية بومرداس أستاذ صادق بومدين باش يعرفنا على أشجار المثمرة تاع التين الشوكي أو التين. مساء الخير أستاذ بومدين، مرحبا بك بنا في حصة خيرات بلادي. شكرا سيدي، بارك الله فيك، نشكر هذه الحصة، الحصة الرائعة اللي كل يوم يعني تعطينا يعني الحظ لنا كفلاحين باش نقدموا شوية الإنتاج تاع بلادنا. شكرك على قبول الدعوة. مشاهدينا الكرام نروح نشوفوا هاد الفيتيار، بعد هاد الفيتيار نعود لحوار ونقاش هاد الموضوع. بلدي دلس كان الاسم اسمها في العصر الروماني روكسيروكس، معناه باللغة العربية الجناح الأخضر. مدينة دلس مدينة أثرية ومدينة قديمة ومعروفة وتابعة لعرش بني ثور. هذا العرش اللي القرية هذه من ضمنه كانت قلعة من قلاع الثورة. يعني نظرا للموقع الجغرافي تاعها محاطة بالصخور وفي حفرة ومتوفر فيها الماء ومخبية على الرياح الموسمية على الرياح المسيطرة. دخل القرية عندنا التين الشوكي، كل الحواري كما نقولوا احنا الحواري هكذا ولا التجمعات السكانية ولا العائلات مدورين على روحهم بهذا التين الشوكي. طريقة الغرس يغرس بطريقة عشوائية، احنا هنا حطه وخليه ونفضلوا تاع الصيف، نفضلوا الغرس تاع الصيف على الغرس تاع الشتاء، لانه كما سبق وقلت لك يعفنوا الماء يعفنوا لما يكون مجروح في الشتاء يتعفن بسهوله، اما في الصيف يتجلد روحه. شوف كيفاش يدخل في بعضه، يتكمش هكذا ويتقلص الحجم تاعو ويقاوم، يقدر يقعد هكذا حتى العام الجاي وما تيبسش. ولما يكون عند هذا التماس مع التربه والرطوبه تخرج هذا النتوءات تاع الشوك، هذه النتوءات اللي تخرج الشوك تتحول الى عروق وجذور تمتص بهم الماء وتشد روحها وتوقف. التين الشوكي لانه يقاوم الجفاف، يقاوم البرد، وفي حد ذاته صاد للرياح، يصد الرياح هذه المسيطره، ما يدخل البرد حتى الحراره، وكيغلقوا عليه كيغلقوا به مثلا على بستان تاع التين ولا تاع هكذا تاع الخضر والفواكه اللي يستعملوها، حاجه ما تدخل فيها البرة ليه ما تشوف. المناخ هي تتحمل درجة الحرارة القصوى، واش يضرها الجليد، ما فوق الجليد كل تتحمله. علاش ما يضرها الجليد؟ الجليد يضرها لأنه مع مرة ما 90% من الوزن تاعها ما، والما كيتجمد راك تعرف خويا مصطفى النظرية القاعدة، الما كيتجمد يزيد الحجم تاعو، ولما يزيد الحجم تاعو يطرطق الأنسجة ما تسمحلوش باش تتجعد تتمزق الأنسجة هذيك والألياف، لذلك تتعفن وبعد ترشى. هي يضرها الماء اكثر من الجفاف التين الشوكي. نجيو لطريقه واحده اخرى، نحطوه في الصيف ونخلوه، ما نمسوه ما نحرثولو. هو لو كان نحرثولو ونعاونوه مثلا بالماء، لو كان مثلا نديروا الماء في الصيف، لو كان نديروا الماء في الصيف يولي خيرات كبار ويشد روحه هكذا، يا ما واش يشد لانه يقذفوا به القبلي، تلحقوا شويه يطيب كامل على مره. ولو كان جينا مثلا نعاونوه بالري، لو كان جينا نعاونوه بالماء مثلا في مع بدايه النضج مثلا في شهر جويلي ولا في اوت، كان ما شاء الله كان يجيب الحب كبير وذو نوعيه ويجي ملحم ويجي مايه ويجي حلو افضل من اللي يكون فيه غير البذور. طريقه سهله، تقتضي يكون عندنا القصبه وطويله، ونجيو نخليو الريح لظهرنا، نخليو الريح في ظهرنا، لانه باش الشوك هذاك الشوك كي يجيبو باش ما يجيبوناش الريح لوجهنا، يديه لجهه واحده اخرى، لانه الثمار هذه فيها شوك رقيق ويديها الريح وتدخل في اي مكان تقدر تجي الانسان في عينه، احتياطا باش الشوك هذيك ما تاذيناش، نديروا الريح في ظهرنا.
ونحو في الصباح الباكر من الافضل انه نحيو في الصباح الباكر. والطريقه تاع الجني تكون بهذه الطريقه، عن طريق نحكموا هذه اللي اسمها القراشه، احنا نسموها قراشه، وهي قصبه ونحلوا لها فمها من الفوق ونحو بهذه الطريقه. ونلوزوا، نحكموا الحبه ونلوزوها ونجيبوها لهنا للعرام. ثم بعد ذلك لما تعود هنايا نمسحوها بالاوراق تاع بالاغصان تاع الاشجار ولا بالحشائش الخضراء. ثم بعد ذلك نجمعوا الحبات هكذايا ونجيبوا الحشيش ولا اغصان الاشجار ونمسحوا بهذه الطريقه. استاذ بومدين، يعني شفنا هاد الفيتيار وهنا نعرفوا التين يعني فيه فوائد صحيه. زمان كان الاشجار تاع التين واليوم راهي ناقصه، علاش راهي ناقصه؟ بون في الحقيقه ما نقولوش راهي ناقصه، يعني نعم. هي في الحقيقه اشجار التين موجوده عندنا في ولايتنا، نعم. موجوده بانواع مختلفه، يعني نبداو كما نقولوا احنا من الباكور حتى لا حتى لا حتى لا للشتوي اللي يجي في فصل الشتاء، نعم. لكن يعني الشيء اللي احنا عايشينه في اليوم وهذا يعني هو هذا الحاله المناخ اللي اثر، نعم. اللي خلى يعني انتاج او انتاج التين نقدر نقولوا مثلا كما العام اللي فات نقدر نقولوا باني ما كانش كاين خلاص، ما يعني في فتره يعني في الازهار نتاعو نهار اللي كان هو باش يمد الاخرين كان الظروف المناخيه اللي خلات الحبه نتاعو طاحت، يعني ما وصلتش بالاخرى. كما نقولوا له الريح بهذاك الريح الشرقي اللي يجيب اللي يخلي الجو بارد، نعم. هذاك الجو البارد هذاك اثر حتى في كوروم، نقدر نقول لك باني احنا هذا العام في بومرداس حوالي بالك اكثر من 50 هكتار او اكثر من الكروم اللي قاسها هذا البرد في الوقت اللي هي كانت يعني هي كانت بالازهار ديالها وكي قاسها طاحت الازهار، يعني كما نقولوا الشجره تشوفها كانت خضراء حتى تجيبها خلاص يبقى الا جدره نشفل. وحنا كغرفه فلاحيه في بومرداس يعني كنا خرجنا الفلاحين وشفنا هذه عن قرب شفناها، ولسول حتى ماشي غير الكروم حتى مثلا الحوامض حتى اشجار البرقوق اشجار الخوخ هذه كلها تاثرت هذا العام، كما مثلا العام اللي فات كانت الحوامض مثلا يعني المستهلك الجزائري يستغرب يقول كيفاش كنت ناكلها مقبل البرتقال موجوده من شهر ديسمبر حتى شهر ماي موجوده ولكن العام اللي فات كانت ناقصه، نعم. وعلى هذاك الشيء كينقص الانتاج العرض يولي قليل والاسعار كانت مرتفعه، نعم. هذا راجع للظروف المناخيه اللي اثر ان شاء الله ما تكونش عامه، ولكن في ولايتنا المشماش مثلا ناقص التين ان شاء الله مانيش عارفين ولكن ان شاء الله يكون مليح، ولكن وحنا ولايتنا معروفه بالتين يعني حتى عندنا يوم نحتفلوا به، يعني التين تاعنا مطلوب في الخارج يحبوا التين الجزائري. الجزائري عندنا التين، نعم. وعندنا التين ما شاء الله، احنا في ولايتنا عندنا عيد نحتفلوا في كل عام بعيد التين، نعم. عيد التين نحتفلوا به نديروا له يوم العيد نحتفلوا به كعيد ونفرحوا، يعني مش عارف فرحه عظيمه. وشي الملاحظ الثاني، وانا جيت شفت هذا المعرض في ولايه بومرداس ما شاء الله كاين بعض من الفلاحين وراو هذا المنتوج، يقول لك احنا ماذا بينا هذا المنتوج كي يكون عندنا نصدروا فيه، انت واش تقول لنا على التصدير؟ الحقيقه احنا هذه امنيتنا نعم. كفلاحين، نعم. وامنيتنا كجزائريين، نعم. كجزائريين انا مفخره كي نسمع باني الثمار نتاعنا راحت للاخرين، هذه هي مانيش عارف سعاده كما هذه ما كاش اكثر، ولكن هذا ماهوش دور الفلاح، الفلاح منتج، الفلاح يغرس الشجره، الفلاح يتابع الشجره، الفلاح يعطي واش لازم للشجره، ولكن هنا لازم يكون هناك اناس اللي يختصوا بهذا الفكر ويكون عندهم مثلا افكار اللي هما يفكروا يروحوا للتصدير، الفلاح هو منتج ينتج الخير، وان شاء الله يكونوا ناس، ونظن احنا مثلا في ولايتنا كاين مبادرات مثلا بدات في بخص مثلا الكروم مثلا العنب اصبح يتصدر للخارج، مثلا عندنا مثلا الحوامض حتى في الحوامض عندنا نوع عندنا بلادنا تجيب كل خير يعني بجوده عاليه، انا نقول البنه تاع بلادنا ما كاش بالك مانيش عارف ما كاش بالك ما خير البنه تاعنا.
مثلا فيما يخص التين، التين كما قلت لك، التين احنا على بالك احنا اراضي بومرداس فيها الجبال، فيها فيها عده، وهذا يعني عندنا كل متطلب، يعني النبته يعني كنا نغرسوها في اي مكان تمد لنا الخيرات. نعم. يعني انتم راكم ديروا معرض فلاحي وراكم ديروا معرض تاع التين، واش هو الهدف؟ بون احنا احنا كغرفه علاش نديروا المعارض؟ بون مثلا احنا كنا يعني كنا سباقين في هذا الشيء، نشكر الزملاء كانوا من قبل داروا معارض يعني الكل 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 خيرات، ولكن يعني احنا هذا العام مثلا ما كانش لنا الحظ باش نديروا معرض، لان دائما نقول احنا ولايتنا من الولايات اللي عانات من نقص المياه. كي ما يكونش عندك مثلا المياه تنقص الانتاج تاعنا، نقص، وحنا ولايتنا معروفه، ولايتنا صبحت مثلا المساحه اللي فيها نقدر نقول لك بالك نسبه اكثر من 50% من اراضينا راحوا الكل راحوا للكروم، راحوا الكروم والاشجار المثمره، صبحت الخضروات ماشي ولايه بومرداس معروفه بالكروم. معروفه بالكروم، يعني انا نقول بان الحمد لله عندنا كروم، عندنا مهنيين يعني فوق 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 الروعه، عندنا مهنيين يعني فوق متحكمين مليح في هذا في هذا في هذا التخصص هذا، يعني مثلا تصيب الكروم، ولكن انا نقول بصفتي كرئيس غرفه نتمنى ان شاء الله ما نبقاوش الا في هذوك الانواع اللي عندنا، بداو الفلاحين توعنا ينوعوا، لان صراحه مثلا احنا كما يقولوا احيانا العنب اللي عندناه اللي هو مثلا صابال ولا ريد غلوب ولا، ولكن ماذا بينا نروحوا نخدموا باش نديروا مثلا العنب باش نخدموا به الزبيب اللي هو نحتاجوه، يعني حاجه مليحه وتفرح المستهلك باش يرجع يشري يعني الزبيب باسعار معقوله. اسعار معقوله وموجود موجود في السوق الجزائري. الجزائري يعني كما يقولوا انتاج تاعنا. كاين ثاني مثلا فيما يخص مثلا التين، يعني كما نقولوا احنا التين تاعنا الحمد لله عندنا مام، حتى بعضنا الفلاحين يعني بعض الفلاحين راحوا للتحويل بعد ما التين ولا نخدموا به الكرموس، والكرموس هو يعني حاجه تفرح باش تفرح، يعني حاجه مهمه. نقول لك مثلا الكرموس حتى ونرجعوا للماضي نتاعنا، الماضي نتاعنا التاريخي كما كانوا يحكوا الاولين، كان يقول لك بان المجاهد نتاعنا والشهداء نتاعنا ربي يرحمهم كي يكون طالع للجبل يعمر الاخرى نتاعو بالبخسيس ويدي معاه هذاك البخسيس، كان شغل طاقه يدي معاه يمشي يطلع به، لان البخسيس نعرف فيه الماده المهمه هي طاقه، مليح للصحيا مليح، يعني ما نروحش ندخل في هذا الميدان. والزيتون مذكورين حتى مذكورين في القران. نعم. هذا الشيء يعني هذا الشيء موجود عندنا، والحمد لله عندنا فلاحين عندنا فلاحين في هذا الاسبوع جوني فلاحين اللي راهم يفكروا باش يوسعوا المساحات تاعهم تاع التين. بارك الله فيك. فيها يعني امل كبير ان شاء الله فيها في بارك الله فيك الاستاذ سادق. انت راك تقول لي باش يوسعوا في الاراضي الفلاحيه تاعهم في غرس التين. مشاهدينا الكرام نروحوا نشوفوا ركن ارشادات فلاحيه. اخواني الفلاحين صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في حصه خير في بلادي. اليوم راح نعرفوكم على عمليه التلقيم، يعني اللي هي التلقيم هذا راه علم اختصاص كبير. هناك التلقيم تاع يعني الخضروات، هناك التلقيم تاع الاشجار المثمره، وبالتالي هذا هو التخصص. الانسان ما يلقمش هكذاك برك ويقول راني نلقم الطريقه التقليديه. اليوم رانا في طريقه يعني معاصره والعلم راه يتطور، وبالتالي طرق التلقيم راهي متعدده جدا، يعني حتى اليوم اصبح التلقيم على مدار سنه. هناك تلقيم عن طريق البوتياج، تلقيم عن طريق العين يعني بلاي، هناك تلقيم يعني عدة طرق يعني جمع باش الإنسان يلقم، يبدا يلقم في فترات تقريبا 3 أو 4 مرات في السنة، وبالتالي الفلاح اللي موالف يلقم يعني شيء جميل شيء جيد، والفلاح اللي ماهوش موالف يلقم ما عليه يتصل إلا بالمعنيين أو يتصل بالمهندسين فلاحيين اللي راح يرشدوه ويقولوا له كيفاش عمل التلقيم. واليوم راه يعني تقريبا شبكة التواصل الاجتماعي والانترنت راه موجودة فيها عدة حصص راح تعطيك توري لك يعني كيفاش تلقم، وين تقدر يعني تتواصل مع المهندسين، ومع ذلك انك تشوف يعني بعض الفيديوهات كيفاش يتم عملية التلقيم تاع المحصول تاعك. ولكن هنا ننوه وننبه الاخوة الفلاحين انه التلقيم يعني هناك الحامل الطعم والطعم، يعني لازم تكون هناك علاقة تجانسية متناسقة مع حامل الطعم
والطعم يعطيك مردود جيد، وبالتالي ماهوش كل شيء تلقمو على بعضه راه يعطيك منتوج جيد. يعني يكون هناك مشاكل مختصة في ذلك، وبالتالي هذه المشاكل يعني ننصحكم تتواصلوا معها باش يعني تقتنيوا ان عندهم مشتلات فيما يخص اشجار المثمره، وبالتالي باش تحصلوا على منتوج جيد وما تضيعوش وقتكم واوقاتكم يعني هدرا وتضيعوا المال تاعكم هدرا. والى ذلك الحين نترككم مع اخي مصطفى تدريس في بقيه البرنامج. أستاذ صادق، يعني أنتم تخرجوا للميدان عند الفلاحين، وحنا عندنا ركن إرشادات فلاحية. هذا الركن وش تقولنا عليه؟ أنا دائما نقول بأن هذا الركن مهم 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 جدا، لأن الفلاح يحتاج للإرشاد، يحتاج للعلم، يحتاج للفكر الجديد. ما نبقاوش مثلا احنا نقول في بومرداس عندنا المهنة، عندنا الخبرة، عندنا خبرة موروثة مثلا من القديم، من جدودنا متحكمين، ولكن ما ننساوش بأني دائما العلم هو اللي يطور الشيء. كاين الناس أنا فكروا، ما ننساش بأني لو كانت مثلا الأمطار، كانت هناك مبادرة من طرف يعني في الولاية نتاعنا باش وضعنا يعني كما نقولوا يعني حواجز تاع الماء، ولكن شح الماء ما خلاش هذوك الحواجز تملى بالماء، ولكن فيها خير ان شاء الله. ما هيش مستغله باش نرجعوها اراضي فلاحيه، انت واش تقولنا على هذه النقطه؟ في الحقيقه انا في هذه النقطه نقدر نقول لك بزاف، يعني في الحقيقه نشكر بزاف رئيس الجمهوريه نتاعنا اللي عطاه لهذه النقطه. لان الغابه واش هي الغابه؟ الغابه هي فيها اشجار. نعم. مثلا فيها اشجار مختلفه، اشجار غابيه، ما نحتاجوا دائما للشجره لعده ما. انا نقول لك مثلا نمدلك كم مثال. عندنا في ولايتنا في ولايتنا بعد بومرداس في منطقة في مدينة 14 اعطيت غابة، كانت هذه الغابة يسموها غابة البوشي. كانت غابة البوشي ومعروفة كان فيها حوالي 100 هكتار، ولكن يعني كي تشوفها اليوم يعني تقول ما شاء الله اعطيت للفلاحين، استصلحوها، غرسوا فيها الاشجار المثمره، ما شاء الله. يعني هذه حاجه تفرح، يعني فريمون كي تشوف تحس بني راها مستقبلا عندنا ثم امبول تاع الصح تاع زيت الزيتون. أشجار زيت أنا كنت شفت يعني شفتها عن قرب، شفت زرت هذاك المنطقة هذيك ما شاء الله. وأنا نظن يعني بعد ما كان رئيس الجمهورية بارك الله فيه يعني توسع هذه الفكرة، توسع، لأن إذا كان الفلاح يستغل هذيك الغابة، أولا هو يسقي الشجرة تاعو، يحميها بعيد شر من الحرائق، وزيد زيد في الاقتصاد تاع بلادنا. الأستاذ صادق تقول له كاين أراضي فلاحية في ولاية بومرداس والفلاحين ماهمش يخدموها، أنتم كيفاش تتصرفوا معاهم؟ في الحقيقة أنا باش نقول لك في النقطة هذه، باش تقول لي كان هناك أراضي فلاحية بومرداس ماشي مستغلة يعني ماشي مخدومة، انا نظن هذه يعني ما يعني هذه حالات شاذه ما كانش. لانه علاه نقول لك الفلاح البومرداسي نتاعنا تالمو ما عندوش الارض، قدم الاراضي نتاعو اصبح هو يمشي يروح مثلا اذا تعرف مني مثلا لو بالجنوب الجزائري مثلا بالسكره تقدر تلقاهم بني كلهم من ولاد بومرداس فلاحين. اذا تروح مثلا لغرب الجزائري تلقى بومرداس، يعني خطر علاش فكروا يعني داو المهنه وراه يمشوا بها لعده ولايات سواء الغربيه سواء الجنوبيه. كاين حاجه مثلا، كاين مثلا وين بان في كل مكان، كاين كما نقولوا احنا كاين الساجي وكاين الطالس، حتى الفلاحين كاين بعض الفلاحين سمحهم الله داو هذيك الاراضي، ولكن هذا نظن بني ما راحش تدوم هذه الحاله، راح يعاود يعني دخل الدوله وما راحش تخلي هذا الشيء هذاك. وهذا الشيء نظن بلي راه معمول به، لكل انسان اللي ما يخدمش الارض تاعو راح ياخذوا اجراءات اللازمه تبقى دائما في يعني في الفلاحه تاعنا وفي الاستثمار. شكرا الاستاذ صادق. لحقني رساله من ولايه بومرداس بلديه ناصريه، قال لك احنا عندنا ارض فلاحيه وهذيك الارض فلاحيه تاعنا باش احنا نوصلوا ليها، يعني يروح عند الاولاد العموم ديالهم يقول لنا ورينا هذه الارض ديالنا، يعني يتهرب عليه يقول له هذا شهر بعد يقول له الشهر الجاي، ما حبش يوري له الارض تاع الجدود ديالو، هذا كيفاش يتصرف؟ في الحقيقه هذه يعني كما يقولوا هذا الناس ربي يهديهم. نعم. باسكو الانسان اللي حاب يستغل حاجه اللي ماشي ادرك يعني رب العالمين يعني يقول بأن الورثة عندهم الحق. نعم. وهذا الناس اللي هم الطمع باش يمنعوا
عمومهم او خوتهم ما يدوش الارض. نظن في هذا احنا ماشي احنا كهيئه او كغرفه او نظن بان هناك عداله، الحمد لله بلادنا فيها العداله، يعني يتصلوا بالعداله ويطالبوا حقوقهم. استاذ الصدق، كاين بعض الفلاحين راهم يشاهدوا فينا وحابين يغرسوا الاشجار المثمره تاع التين، كيفاش يوجد التربه ديالو، كيفاش يغرس الاشجار؟ في الحقيقه يعني نقول حاجه ان شاء الله يا ربي، انا احنا ماذا بينا كل يعني الخطوه الاولانيه واش يدير؟ الخطوه يعني يغير التربه ديالو، ما يغيرهاش، يغير المياه ديالو. هي ما كانش كيما يعني، هي نورمالمون تولي عندنا ثقافه هذه، يعني نعرفوا التربه تاعنا واش مكونه التربه، واش هو يعني المواد اللي فيها، واش اللي نقص لها باش مع الوقت نضيفوا لها الشيء نتاعها. مثلا الشتله تكون يعني كيما يقولوا يعني جيدة، الشتلة تكون مثلا مخدومة في إطار تاعها، في إطار يعني تقني تاع صح، يعني ماهوش نجيب شتلة وخلاص، بالعكس نجيب شتلة اللي يعني يعرف وين يروح يشري هذيك الشجرة ديالو ولا الشتلة ديالو، يعني ما يشريهاش من السوق ومن بعد كيقول لك العام راهو راني غرست الشتلة ديالي ولا غرست الشجرة ديالي وما عطاتليش الغلة، يعني ولا غرس الشتلة العام ما يعطيلوش الغله، ولا غرس الاشجار المثمره كذلك، يعني يضرب 3 سنين ولا 4 سنين باش ترجع تعطي له هذيك الغله، وبعد كيلحق باش تعطي له الغله ما تعطلوش، واش يدير؟ لازم ينحي هذوك الاشجار باش يعاود اشجار واحد اخرى. وحده واش تنصحوا هنايا؟ يروح مثلا المشتله تكون اجري، معناها عندها الاعتماد، معتمده من طرف الدوله المصالح الفلاحيه او المختصه في شيء هذاك. من بعد كيروح لعند هذاك الانسان هو راح ينصحوا بشجره مثلا انواع، مثلا في التين هناك انواع، ماشي نوع ماشي زوج، انواع، وهو يختار النوع مثلا كان نوع اللي يختار، لانه علاه اليوم ماشي غير في التين، حتى يعني في كل الاشجار المثمره هناك اليوم راه كاين افكار، كاين علم تطور. اصبح مثلا ذاك البورتغراف اللي كان مثلا في الحوامض، مثلا كان عندنا بوتغراف اللي مثلا 3 سنين باش يتقوى شجره، اليوم راه كاين اللي اسرع، وعلى هذه دائما يروحوا لاهل الاختصاص، يعني يتفضل يجي يشوف المشتلات. يعني الغرفه الفلاحيه لولايه بومرداس راهي الغرفه الفلاحيه مفتوحه بكل شيء، اللي نقدروا نوقفوا معاه نوقفوا معاه، ومن ورانا احنا كغرفه، من ورا تاعنا كاين هناك معاهد مختصه. شكرا استاذ صادق. مشاهدينا الكرام، نروحوا للسوق باش نتعرفوا على الأسعار الخضر والفواكه بعد هذا الفاصل. أستاذ صادق، يعني احنا رحنا للسوق شفنا الأسعار تاع الخضر والفواكه، يعني كاين اللي راهي موسمية الأسعار تاعها راهي معقولة، ولا راهي ماهيش موسمية الأسعار تاعها مرتفعة؟ في الحقيقة أخي احنا في هذه النقطة هذه بعد، احنا فلاحين، احنا الفلاح منتج، فلاح يعمل المستحيل. كيفاش احنا كدورنا كفلاحين، يعني الفرحة نتاعنا كي نديروا الإنتاج، قد ما يكون عندنا الإنتاج إلا ويكون يعني العرض للمستهلك. احنا في السوق ماشي احنا اللي يعني ماشي احنا اللي نتحكموا في السوق، نعرفوا يعني النظريات كما يقولوا تعدد، هو حسب العرض والطلب. احنا مثلا كما مثلا هذا العام هذه الفتره مثلا تهمونا بزاف، كان اللي يتهمنا اللي قال لك احنا من وراء مثلا هذا الشيء مثلا تاع غلاء الاسعار، لكن غلاء الاسعار اللي عنده اسباب، مثلا كما قلت لكم كما ذكرت الحوامض، يعني البرتقال غلات لان المناخ اثر فيها ما خلاهاش تعطي الانتاج اللازم، نقص الانتاج والمردود الثاني المردود ينقص، هاوك المشكل. يعني نقدر نقول لك وصلت في بعض الجهات حتى 90% اللي راحت في الارض، يعني ماشي راحت ك يعني كي كانت في الزهره نتاعها راحت في الانتاج ولا 10% اوتوماتيكمون ينقص، هذه كيكون ناقص، وهذا الشيء يطبق على كل شيء. شكرا الاستاذ صادق بومدين على المعلومات والنصائح اللي قدمتهن ويعني مثلت ولايه بومرداس. مشاهدينا الكرام، كان معكم مصطفى تدريس في حصه خيرات بلادي، هكذا ما بقى لي نقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو في عدد اخر بحول الله. سلام، تهلاونا في البلاد. نحب بلادي ونعشق ترابي قد جدادي، حب بلادي، حب ثمورتي وعشق ثمورتي وأكل جذوذي حب ثمورتي.